سعدني ان يكون معايا رئيس المهرجان دكتور حسن عطيه. بقول لحضرتك مليون مبروك على الدوره العاشره. الله يبارك فيك واشكرك جدا جدا، والقناه الشرقيه لها كل التحيه والتقدير. شكرا يا فندم، ورقم 10 فقل حسن زي ما بيقول. يا رب يا رب. جوكر. ايوه. قول لي بقى حضرتك الجديد و يعني الفعاليات الجميلة اللي هنشوفها من خلال الدورة العاشرة من عمر المهرجان. هو في الحقيقة احنا عندنا اكتر من تجديد واستحداث في هذه الدورة. حولنا المهرجان من مجرد معرض للعروض في مسابقة واحدة الى مسابقتين، مسابقة رسمية ومسابقة موازية، بالإضافة الى العروض الخاصة ب النظرة خاصة، وهي عروض شعبية جماهيرية بتنزل الشارع. وضيف المهرجان وضيفنا هذا العام الإمارات من خلال مسرح الشرقة، هذا بالإضافة إلى إقامة مسابقة للمقال النقدي لأول مرة. فهناك كثير جدا من المفاجآت في المهرجان، بنأمل إن احنا نستمتع بها كجمهور ان شاء الله. المكرمين بقى تقول لي بعد اذن حضرتك اسمائهم. المكرمين هذا العام هم المخرج الكبير سمير العصفوري، الناقد المعروف الدكتور محمد شيحه، الفنانه الكبيره عايده عبد العزيز، والكاتب المسرحي والشاعر سمير عبد الباقي، بالاضافه الى اسم السينوغرافر والمخرج حسين جمعه. اماكن العروض بقى يعني كلها داخل الاوبرا؟ وسط البلد كلها. وسط البلد؟ لا مش في الاوبرا، في وسط البلد. ما بين الطليعه والعرايس ومتروبول وميامي، يعني معظم المسارح اللي هي المملوكه طبعا. بالظبط بالظبط طبعا. اخيرا توعد الساده المشاهدين بايه لما يتابعوا فعاليات الدوره العاشره؟ اوعدهم ان هم لن يجدوا عرضا ضعيفا. احنا اخترنا هذه المجموعه من العروض التي تتجاوز 30 من بين أكثر من 500 عرض مسرحي.